المطرب مصطفى كامل له حق الرد. استاذ مصطفى اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. شكرا للاستاذه اشجان والنائب سياده النائب رجب. واسمح لي بس اكلمك ومعلش اديني وقت لان انا قاعد بتفرج على فكره من بدري ويعني ما حبيتش. انا شايف السخريه ناس وباينه قوي واضحه قوي والله العظيم ورحمه ابويا ولا 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 مفكر اعترض. انا بعتبر في حلقه فيها نصها كوميديا يعني شايف نص كوميديا. لكن السيدة دي قالت كلام انا بالقانون هحاسبها عليه وقالت حاجات عني كذب. اولا استاذ وائل انا نازل من عندي مجلس ادارتي بالكامل من بيتي من ساعه بالظبط. عارف ليه؟ لان صدر بيان عن احمد رمضان انه شطب حمزه نمره والموضوع ده ألمني جدا لان انا ما كنتش احب النقابه تدخل في الجو ده واعتذرت وقلت ان الكلام ده كلام انا بأدينه وجبت مجلسي بالكامل واصدرنا بيان النهارده بكامل المجلس. حتى احمد رمضان نفسه اجبر على الاعتذار داخل البيان عشان نقول ان الفنان الشاطر والفنان المحترم لازم نديله حقه وما رضيتش ابدا عن رفضه وعلى انشطه. الاستاذه اللي قاعده معاك انا ساعه شطبها كنت في هولندا يعني انا مش ماضي على قرار شطبها ولكني بصمت من هولندا لما كلموني بصمت بالعشره من هولندا وقلت لهم اعتبروني موقع معاكم. يعني انا لغايه دلوقتي قرار الشطب بتاعها انا مش ماضي عليه. اولا هي بتقول لك انا صديق المستشار مصطفى منصور. ده مش انا اللي قلت يا استاذ مصطفى. مش انا اللي قلت. خلي بالك يا بس ما تجيبش بقى الاستاذ مصطفى مداخله مع استاذ محمد الغيطي. بيحذر من ان احنا اسمه يتقال في الحلقه يا استاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى اللي قال في مداخله عند استاذ محمد الغيطي استاذ ايمان البحر درويش مش انا. ادخل في الموضوع. ادخل في الموضوع. في بيتي من غير اي سبب يعني احنا قاعدين انا واولادي بنتفرج وعلى ان انا بحب وائل ابراشي وبحب برنامج وائل ابراشي الله يخليه وقاعدين بنتفرج. انت وطرتي بيتي بدون اي لازمه لان انا ما كنتش احب سيرت تيجي على لساني خالص. يعني انا قابلتها مره. انا قابلتك مره بكل احترام وسلمت عليكي في المره في مكتبي وانا داخل ما كنتش عارف شكلك لان انت ما كنتيش عامله كده. فدخلت وقلت لك انا اتفرجت عليكي في برنامج ومن فضلك ما تعمليش الحاجات اللي انت عملتيها في البرنامج بتاع السوستة ده. اي حد ينتمي للمقاطعه. وانا قلت لك ايه؟ وانا قلت لك ايه؟ قلت لي مش هعمل كده تاني. وعملت كده تاني؟ انت عملتي اوسخ من اللي هو اوسخ ايه؟ لا خلينا نستخدم اسوء. استاذ مصطفى خلينا نستخدم تعبير اسوء من كده. انا قعدت اربع شهور فاتحه القناه ما قفلتهاش ليه؟ ما شطبتنيش ليه؟ انا ورحمه ابويا يا استاذ وائل اقسم بيمين الله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا ما كنت بتفرج على قناتها دي ولا اعرفها غير من اول ما ابتدوا ناس يفرجوني على كليبات في شهر 4. واقسم بالله اقسم بالله العظيم ثلاثة عمري ما فتحت ولا كنت اعرف في قناه اسمها فلول ولا الواحد فاضي لك. القناه جامده قوي. احنا كنا فاضيين لمسخره. احنا كنا في حرب وفي دنيا مع اخوان ومع ارهاب ومع فما كانش في بالي لغايه ما حد فرجني على كليب ولا اثنين اثار استيائي بشكل غير عادي لما اتفرجت على اغنيه العقيد احمد محمد علي. وانت تعلم ان هو الراجل ده صديقنا وحاجه شيء مشرف للقوات المسلحه. لما اتفرجت على احمد مش عارف ايه وعماله تجيب صورته على سترها وعلى على وحاجات كده انا نفسي جات لي حاله حزن وقلت الله فين الجهات السياديه المفروض الكليب ده يتمنع. يعني ابتدينا حتى في عز كراهيتنا وحربنا ضد كل ما يسمى بالارهاب حتى شكل غناها عليهم كان بيستفزني. تخيل لما انت تبقى دلوقتي هي بتقول لك حاجه بتقول لك انا سعيد. طبعا هي قالت حاجه في حقي كويسه اما قالت لك ايمان البحر درويش بيدعمها وهو انا عايز اقول لمصريين مصر ان ايمان البحر درويش بيدعم سما المصري. ده شيء يعني شيء يسعدني لما الراجل انا ما قلتش ان استاذ ايمان البحر درويش بيدعمنا على فكره. انا قلت ان هو بعت لي قرار اداري بان انتخاباتك باطله. بقالك ساعتين قاعده بتكلمي بعد ما انا اتكلم. انت ما كانش ينفع تدخلي اسم بجمله مفيده لان انا ماليش كلام معاكي وماليش علاقه. كنت دمنت معاكي. انا راجل ادير نقابه فيها عظماء الفن اللي توفوا واللي احياء دلوقتي. احنا بندير نقابه فيها هاني شاكر ومحمد منير وعمرو دياب وكل الناس دي. بقول لك يا استاذ وائل اقسم كنت تشطبني اول ما جيت بقيت نقيب. اقسم بالله انا من كام كليب اللي انا ماليش تحفظ عليها خالص. يعني هي فنانه زي اللي موجودين بعيوبها بمميزاتها الله يسهلها مش يعني مش قصتي. ولكن انا كنت في فتره من الفترات لما بتفرج على الكليبات بتاعها بحزن ان هي متخيله ان هي كده سلعه كمان قابله للمحبه. ده عمر الفن ما كان كده. حتى الرقص الشرقي اللي احنا كلهم زملاتنا نالوسي عبدو حضرتك شفتهم في افراح اخواتي. حتى فيفي ما بتعملش الكلام ده ولا لوسي بتعمل ولا دينا ولا سوفينار الجديده بنت جميله بترقص. انما احمد يا عمر وشاوي وجو القوات المسلحه تحطه على صدرها حاجه يعني صوره مين اللي حطه على صدرها بتقول اي كلام. فكنت اقول ايه انا ماليش دعوه يعني انا ماليش دعوه سلعه موجوده معرضه للمكسب وللخسارة. انت عندك كتير في النقابه. هو انا بس
انت عندك كتير في النقابه بقى، ما تروح تشوف اللبنانيات اللي بتجيبهم عندك يعملوا اغاني. انا مش هدخل معاكي، مش هدخل معاكي في يبقى احسن بره، دخل معاكي في احمد رمضان، انا مش شبه الكلام ده وما احبش الطريقه اللي انت اتكلمتي بيها مع اي حد. انا بكلمك بموضوعيه، اقسم لك بالله انا لما كلموني على قرار شطبي كنت انا مستاء يا استاذ وائل، ورحمه ابويا ما بكذب عليك، انا كنت مستاء من كليباتها، لكنها بقول ماليش دعوه يعني ما احبش اقطع رزق احد. لكن لما كلموني قالوا لي زودتها زياده عن اللزوم، ايه رايك؟ قلت لهم لا، انا نفسي مستاء منها، ورحمه ابويا ما ماضي على قرار شطبي ولا كني وافقت منه. اسال على حاجه، انا عايز اسال على حاجه. طيب اتفضل. انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا كنت بعمل اغاني بتاعه البرادعي وبتاعه ابو اسماعيل، الحاجات اللي انت بتقول فيها اسف والحاجات دي، مش مصدقه ليه؟ ورحمه ابويا ما شفتك. طب استناني، ما انا هقول لك، ما انا هقول لك، انا هقول لك. انت عندك دلوقتي عضو في النقابه بتعمل الاغاني دي، وكانت نازله على النت قبل ما القناه تتفتح. رحت انا حفله في الساحل اللي كان عليها مساله الفلوس اللي انت عارفها، ماشي، مشكله الفلوس. حلو، ما جيت لك بقى، انت ما كنتش عارف انا بغني ايه؟ في عضو عندك مش بتاخد منها فلوس للنقابه، مش عارف بتدفع مصاريف الـ بتاع كل سنه للنقابه، تجديد الكارنيه، مش عارف هي بتغني بتقول ايه، مش عارف هي رايحه الحفله تقول ايه. انا مش عارف يا مدام، انا عندي اكتر من 24000 عضو، في اكتر، في اعضاء كتيره في بلاد. انا لما قالوا لك هتتشطب يا استاذ مصطفى، ما قلتش ليه هتحقق معايا؟ ما بعتليش ليه تحقق معايا؟ مش من حقي؟ مش محتاج يتحقق معاك. يعني مش محتاج يتحقق؟ انت مش محتاج يتحقق، ده قانون نقابه لازم تبعت لي يتحقق معايا. يعني اللي يتفرج على كليباتك ياخد فيك قرار نيابه، مش قرار نقابه. ياخد فيها 6 اشهر. يعني قرار نيابه باللي انت بتعمليه ده. ايوه ده كتير قوي ده. طب ابقى شوف اللبنانيات بيعملوا ايه وبعدين بتكلم معايا. الشق طبعا، انا مستاء جدا يا سما ان 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 ادخل معاكي في حديث. انا سامحني يعني اكثر حاجه مزعلاني دلوقتي ان انا ادخل معاكي في كده. ليه؟ نتكلم في القضيه السياسيه بقى اللي روحوا اتناقشوا مع بعض. ده الفن والنقابه. خلي بالك انت نازل انتخابات انت كمان يا استاذ مصطفى. لا 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 لا، انا مصطفى كامل، انا بتاريخي، انا غنيه مع هاني شاكر ومحمد فؤاد وعمرو دياب ومحمد منير. تسلم الايادي، كفايه تسلم الايادي. لا يعني هي عارفه ولا انا كمان قابلتك عند جامع مصطفى محمود؟ لا لا لا، ما قلتنيش، قلتلي في ميدان لبنان. لما نيجي نتكلم سياسيا اكيد اكيد الحلقه، انا عارفك انت بتبقى قاصد حاجه ايه تلطف بيها على انا بعتبر فقره السما دلوقتي. كنا نتكلم في مجلس الشعب، هل انت تعقل ان تجلس المستشارة تهاني الجبالي جنب سما المصري في البرلمان؟ انا اسالك وعايز ضحكتك اللي انا عارفها بقى. انا اكيد على فكره المستشارة تهاني الجبالي حبيبتي جدا وانا بحبها قوي، بس ما توقعناش في بعض. بس ما انا عارف هي يعني انت يعني الكلام ده كلام. انا بقول لك عيب يا سما، ومن فضلك لما تيجي تتكلمي على حد ما اسالكيش. انا حتى لو كان دوري اداري في النقابه انا ما اسالتلكيش في حاجه، فعيب لما تطحمي اسمك مع اسمي، وانا ده شيء لا يشرفني اساسا. فمن فضلك القلوب عند بعضها يا استاذ مصطفى، انت قللت الادب على فكره، وانت كمان. طيب بس استاذ مصطفى كامل لما هو يقول ما تشرفنيش انا اقول له انت استاذ مصطفى كامل. الف شكر.